جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن أهم الطرق المؤدية إلى الإخلاص. أعظم الطرق المؤدية إلى الإخلاص أن يكون الإنسان على علم بأحكام العبادة، ما يصححها وما يفسدها وما ينقصها، فيكون على علم بأحكام العبادة ويؤدي العبادة عن علم. ومن أسباب الإخلاص استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وحضور القلب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك إخفاء العمل. من أسباب الإخلاص أيضا إخفاء العمل عن الناس، مهما استطاع الإنسان أن يخفي عمله عن الناس فإنه يخفيه. إن الأعمال التي تعمل ظاهرا كصلاة الجماعة والجهاد في سبيل الله والهجرة هذه أعمال ظاهرة طبيعتها كذلك، أما صلاة الليل وأما الصدقات فهذه إخفاؤها أحسن، ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.